الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. فمن المستحب للإنسان المؤمن في يوم عيد الأضحى أن يخرج إلى صلاة العيد، وذلك بأحسن الثياب التي يجدها، كما يستحب له أن يضحي، لأن الله تبارك وتعالى قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: فصل لربك وانحر. وانحر يعني اذبح. هذا الذبح هو الأضحية المعروفة في عيد الأضحى أو في أيام التشريق. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وقد ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحيته بيده. لذلك قال العلماء: يستحب أن يقوم الشخص بذبح الأضحية بنفسه، وإن وكل غيره صح منه ذلك. ويستحب أن يسمي الله تعالى عند الذبح، وأن يوجهها إلى القبلة، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل وقت الأضحية في يوم العيد بعد دخول وقت صلاة العيد، وهو بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، يعني نحو ثلث ساعة بعد شروق الشمس، ومقدار خطبتين وصلاة العيد. يدخل وقت الأضحية من ذلك الوقت، وتبقى كل أيام التشريق كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يجزئ في الأضحية إلا الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. من الإبل لابد أن تكون ثنية، وهي التي استكملت 5 سنين، ومن البقر والمعز الثنية، وهي التي استكملت 2 سنين، يعني وطعنت في 3. ومن الغنم الجذعة، وهي التي أتمت 1. وقال بعض العلماء: إذا أتمت 6 أشهر أيضا تكون مجزئة للأضحية. وهذه الأضحية إن وزعها كلها على الفقراء صح، لكن يستحب أن يأكل منها الشخص للبركة. فإن أكل الثلث وأهدى الثلث ووزع الثلث على الفقراء كان عملا حسنا، وإن كانت منذورة يعني نذر الأضحية فيجب أن توزع كلها على الفقراء، ولا يجوز أن يبيع شيئا منها، ولا يجوز أن يعطي الجزار الذي ذبح كما يفعل بعض الناس، لا يجوز أن يعطيه الجلد على أنه أجرة لهذا الذبح الذي عمله. ولا تجزئ، يعني لا يصح أن تكون هذه الأضحية عوراء، عورها بين يعني ظاهر، أو عرجاء عرجها ظاهر بين، أو مريضة مرضها بين، أو أن تكون مقطوعة الأذن. لا تجزئ يعني لا تصح هذه في الأضحية. وهذه الأضحية كما قلنا سنة وليست واجبة، يعني ليست شيئا مفروضا. إذا الشخص تركها لا إثم عليه، وإذا فعلها له أجر كبير إن نوى بذلك التقرب إلى الله تبارك وتعالى. ويستحب لمن أراد أن يضحي إذا دخل شهر ذي الحجة أن يمتنع عن قص شعره وقص أظفاره، ولو فعل ذلك لا يكون حراما حتى يضحي، إنما يكره له ذلك كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: ولا تجزئ الأضحية عن ميت لم يوصي بها، يعني إذا إنسان أراد أن يضحي عن ميت كأبيه مثلا الذي مات، وكان الأب لم يوصي بذلك، لا تجزئ يعني لا تكفي. لكن لو ذبح أضحية قال لله تعالى ثم قال: اللهم أوصل ثواب هذه الأضحية إلى والدي أو إلى غيره من موتى المسلمين، يجوز ذلك وله ثواب، ويصل أيضا هذا الثواب للميت بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا